تعادل منطقي بدون اهداف بين الاهلي وشباب بولزداد، والاهلي بهذا التعادل يحافظ على صدارته للمجموعه. كابتن ماهر، زي ما قلنا في بدايه الاستوديو، لو ما حققتش المكسب ما تخسرش. بالظبط، وانا شايف النتيجه عادله يا ايمن. التعادل 0-0 بين الفرقتين نتيجه عادله، وده بس هيرجعنا لل 50 يوم اللي احنا التوقف اللي حصل طبعا، وبعد الفريق عن المباريات الرسميه. ده نتيجه الاداء اللي احنا شايفينه متوسط فنيا في ال 50 يوم، اثروا بشكل كبير جدا جدا على اداء النادي الاهلي. فعشان كده بنقول للعيبه النادي الاهلي النهارده مبروك التعادل. كنا نتمنى طبعا الفوز بثلاث نقاط، لكن زي ما قلنا لو ما خدناش الفوز هناخد النتيجه اللي هي اللي خرجنا بيها الاقل منها، التعادل. لكن على مستوى الاداء على الفرقتين مستوى اقل من المتوسط، يعني استحواذ خلال نص الملعب للفرقتين، يمكن احنا تساوينا معاهم في الفرص من خلال الهجمات اللي كانت على شوبير، او الهجمات اللي كانت بالنسبه لنا في الكونتر اتاك اللي اتعمل. كلنا كمان اتكلمنا على ان اللياقه البدنيه مش هتسعى في النادي الاهلي، لكن على قد ما نقدر او على قد ما قدر اللعيبه النهارده ان هي تستمر في خلال التوازن دوت في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه. احنا كلنا اجمعنا ان الشوط الثاني لازم يبقى فيه تغيير هجومي، بعض العناصر الموجوده المؤثره خارج الملعب زي كريم فؤاد ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومجدي قفشة. بس الوقت كان ضيق يعني. نعم، الوقت يعني ما اسحبش الخماسي. بالظبط، لكن يعني تقدر تقول لعيبه لما نزلوا تقدر تحس ان في توازن. خبره اللعيبه اللي نزلت في الشوط الثاني خبره كبيره جدا، لكن زي ما قلت لك ان الجانب الفني والجانب البدني واحنا بعيد 50 يوم اثرت بشكل كبير، لكن تحس ان بقى في تقل في التغييرات اللي حصلت، في تقل في الملعب حصل للاعيبه النادي الاهلي من خلال الفتره اللي اتغيروا فيها. لكن انا شايف النهارده شوبير بيعتبر رجل المباراه. لو هنختار رجل للمباراه، انا شايف ان مصطفى شوبير يعتبر رجل المباراه، لان شوبير النهارده جات له كام فرصه يعني قدر يتعامل معاها بشكل كبير جدا. في الفرصه الاخيره اللي كانت في المقص اللي هو قدر يطلعها كورنر، كانت من الحاجات الخطره اللي كانت ممكن تاثر بهدف، لكن هو تعامل معها بشكل جيد. نتمنى طبعا ان احنا نستفاد بقى من الدروس ديت، ونبدا بقى نخش في المود بقى بتاعنا. المباراه اللي جايه الامور هتختلف اكتر طبعا، هيبقى العامل البدني هيبقى يعني موجود بنسبه اكبر، الجانب الفني برضك هيكون بنسبه اكبر، عوده بقى كمان اللعيبه المحترفين الاجانب مع اللعيبه الغيابات. ال 11 لعيبه ايمن، 11 لعيب غايب النهارده على النادي الاهلي بين اصابه وبين طبعا اجهاد. نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله يبقى في ثبات للتشكيل، وده المهم. ان احنا اخر مباراه لينا في كاس العالم في السعوديه كان ثبات التشكيل هو اللي ادانا المركز الثالث. السوبر كمان ثبات التشكيل هو اللي ادانا السوبر. هيرجع تاني مستر كولر لثبات التشكيل اللي هيفرق معانا بشكل كبير جدا في المباراتين المتبقيتين ان شاء الله.